أهلا بكم يا برج الأسد في التوقعات العاطفية من منتصف شهر يونيو لنهاية الشهر. هنعمل إن شاء الله توقعات عاطفية، المرة دي هتكون توقعات عاطفية فقط من منتصف شهر يونيو لنهاية الشهر. اللي منكم عاوز توقعات عامة، أنا إن شاء الله هعمل توقعات عامة عاطفة وعمل وصحة، لكن هتكون على قناتي الأخرى، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي أول تعليق، تابعوني عليها هناك، هيكون فيها توقعات عاطفية برضو يعني، لكن أنا على القناة دي قررت إن أنا أكمل توقعات عاطفية فقط واختار كارت. هنعمل توقعات عاطفية فقط واختار كارت. لو أنت عاوز توقعات عامة بتشمل عمل وصحة بيكون فيها عاطفة برضو، أتمنى تتابعني على قناتي الأخرى، هسيب لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو. فخلينا نبدأ مع بعض إن شاء الله، والقراءة للبرج الشمسي القمري الطالع وكمان للفينوس. فخلينا نبدأ مع بعض إن شاء الله. بسم الله. هنا أنت حاسس ناحية الشريك بإيه؟ هو حاسس ناحيتك بإيه؟ أنت بتشوف العلاقة إزاي؟ هو بيشوف العلاقة إزاي؟ إيه نوايات تجاهك وتجاه العلاقة؟ نقاط قوة العلاقة؟ نقاط الضعف؟ إيه الحاجة اللي أنت محتاج تشتغل عليها علشان تكون في علاقة متوازنة؟ هل هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا؟ لو انت منتظر عودة شخص من الماضي، هل في شخص جديد هيدخل على حياتك ولا لا؟ لو انت منتظر شخص جديد يدخل على حياتك. وهنا كارت للنصيحة. طق طق يا برج الأسد، هي التين اوف بنتكلز. انت ممكن تكون مهتم بالأسرة دلوقتي، ممكن برضو يكون في ناس منكم بيتزوجوا او بتفكر في الزواج، ممكن برضو تكون انت مهتم بالعمل والاموال وفلوسك المادية، ممكن يكون في عندك مشاريع، بادئ بيزنس جديد، بتعمل حاجة جديدة وبتهتم بالفلوس والاسرة وكده. انت في تواصل كبير ما بينك وما بين الشخص ده بنسبة كبيرة، يعني انتم منفصلين من زمان وهو زعلان منك قوي، والتواصل اللي ما بينكم فقط تواصل بالتليباسينج، تواصل بالروح، بتبعتوا لبعض رسائل، لكن على الاغلب هي رسائل سلبية ورسائل حزن. شايفك بالاكتر يا برج الاسد انت مركز على حياتك العملية والاموال وعلى نجاحاتك اكتر من العلاقات العاطفية في الوقت ده. فخلينا نشوف يعني القراءة هتقول لنا ايه. خليني برضو اخد لكم كروت الملايكة في البداية. طلع لنا ابراج قوس واسد زيك، في ميزان، برج الحمل، بس الطاقات مائية ترابية هوائية ونارية، كل الطاقات. فخلينا نشوف بقى يعني الملايكة هتقول لك ايه. بيقول لك there's something better، في شيء أفضل. بيقول لك abundance، في فلوس جاية لك. مش أنا قلت لك أنت مركز على عملك؟ يعني ده أنت طاقتك أصلا العشرة نقود كلهم، أنت مركز على عملك وفلوسك، وكمان هنا بيقول لك abundance، في فلوس إن شاء الله هتجيلك يعني، فبشرة خير. أوكي خلينا نشوف الكارت. حتى لو أنت ما بتشتغلش على فكرة، ممكن هيجيلك مساعدة من الأسرة، هيجيلك ورث يعني، أو هيجيلك فلوس من الأهل، يعني ربنا هيبارك لك إن شاء الله في الشهر ده في الفلوس من أي مصدر بقى، المهم إن أنت إن شاء الله هيكون في عندك وفرة في الفلوس. أوكي هنا بيقولك حاول إن أنت تنسى الماضي، وحاول إن أنت يعني تدي فرصة تانية، تشوف تبص للموقف بشوية حب، ما تفكرش في الماضي، ما
تفضلش تفكر في اللي حصل، يعني انت مش قادر تنسى الماضي، ممكن تكون بتعيد شريط الذكريات اللي حصل ما بينكم، مش قادر تنسى الموضوع، يمكن نار الموضوع او نار المشكلة اللي ما بينكم ما بتطفيش بالنسبة لك ودايما بتتجدد. فهو بيقولك لا، يعني حاول ان انت تنسى الموقف اللي حصل ما بينكم، ممكن تكون بتفتكره كأنه لسه حاصل امبارح. يعني علشان كده هنا قالك في شيء افضل، حاول انك تشوف الامر بصورة افضل من كده، وان انت تنسى الماضي. اوكي، انتوا طلع لكم الكارت ده طار لوحده، بيقول لك لاف لايف، انت محتاج ان انت تعيش مشاعر الرومانسيه، انت مش شاعر مشاعر رومانسيه خالص، انت عملي اكتر في الوقت ده، ممكن يكون برضو جواك طاقه غيظ نوعا ما، فبيقول لك حاول ان انت تعيش شويه رومانسيه، وحاول انك تغير حياتك بطريقه افضل. وهنا نفس الكارت بيقول لك there is something better، في شيء افضل، وحاول انك تليت جو وتنسى الماضي. كمان هنا في الكارت ده بيقول لك فيجيتيريان، حاول ان انت تستخدم طريقة جديدة في اكلك وتجدد طاقتك، ده هيخلي عندك قدرة اعلى على المانيفستيشن وعلى قانون الجذب. فخلينا بقى نشوف انت حكايتك ايه وقراءتك بتقول ايه. انت ايه حقيقة مشاعرك تجاه الشخص ده؟ انت بتحس ان هو شخص يعني جذاب قوي، شخص امور، شخص شكله حلو، بيعجبك شكله قوي، يعني انت بتنجذب لشكله جامد جدا، بتشوف ان ربنا انعم عليه بنعمة الجمال الخارجي، وان هو كمان مهتم بنفسه، بتشوفه كمان في براءة، يعني انت بتحس ان هو شخص بريء كده او روحه طفولية نوعا ما، وبيحب الحياة ومقبل على الحياة ومهتم لشكله. ممكن تكون شايفه الزوج المناسب او شايفه الشخص المناسب، ونفسك ان انت يكون في عندك منه اطفال يعني، بس انت شايف ان هو متباعد عنك دلوقتي وانتوا ما بتتكلموش، وانت في يعني بالرغم من الحزن الشديد اللي ما بينكم، لكن انت عندك تعلق تجاه الشخص ده وبتفكر فيه كتير، ومهما كان في ما بينكم من زعل انت ما بتقدرش تشيل الشخص ده من دماغك، بتفكر فيه كتير، مش قادر انك تطلعه من دماغك ومن تفكيرك. هو بيشعر بايه تجاهك؟ هو بيشعر ان انتوا علاقتكم علاقة غير متوازنة، علاقة ما فيهاش توازن في الاخد والعطاء، بيشوف ان انتوا في شخص ما بينكم او حد منكم بيدي بزيادة، والشخص التاني ما بيقدرش ده، بيشوف ان هي علاقة غير متوازنة، وان هي علاقة ما فيهاش توازن في الاخد والعطاء، علاقة غير متوازنة بالمرة يعني. ممكن كمان تكونوا انتوا كنتوا بتشتغلوا مع بعض وفي خلاف حصل ما بينكم برضو في العمل، احتمال يعني، احتمال. وممكن كمان يكون شايف ان في طرف تالت ما بينكم، او ان في حاجة تالتة واقفة ما بينكم في العلاقة دي، لكن على كل حال هو برضو متواصل معاك، لكن انا مش شايف ان هو بيسعى انه يعمل اي حاجة تجاهك، هو منتظر ان انت تعمل كل شيء في العلاقة دي. طيب انت بتشوف ان العلاقة دي هتمشي ازاي، او انت بتشوف العلاقة دي ازاي؟ خلينا نشوف. انت ممكن تكون شايف ان العلاقة دي انتهت، وان خلاص ما بقاش فيها اي فرصة، وان انتوا في ما بينكم عند كبير، وكل واحد منكم شايف نفسه على التاني، وكل يعني عندكم تناكة على بعض، انتوا الاتنين بتتنكوا على بعض، وكل واحد بيقول لا انا مش هكلمه ومش هعبره، وان خلاص الموضوع انتهى، لكن في الحقيقة انتوا حاسين وعارفين ان الموضوع ما انتهاش، لكن انتوا الاتنين بتكبروا، وخصوصا انت يعني، سامحني، لكن انا شايف ان انت بالاكتر
اللي شايف نفسك عليه وتقلان عليه وبتعند معاه. انتوا الاتنين برضو مقدرش اقول ان هو ما بيعندش وان هو مش شايف نفسه هو كمان، لكن انت بالاكتر يعني. عشان كده قالك هنا let go و love life، حب الحياة وعيش مشاعر رومانسية، وان في طريقة افضل من كده تتعاملوا بيها مع بعض. هو بيشوف العلاقة دي ازاي؟ هو بيشوف ان هو متعلق بيك قوي، وان هو مش قادر يشيلك من دماغه ومش قادر يطلعك من تفكيره، وبيشوف ان في طاقة تعلق ما بينكم وان انتم متواصلين مع بعض جدا، وفي تليباسنج، في تخاطر ما بينكم، في تواصل بالروح، بتقروا افكار بعض، بتقروا مشاعر بعض، حتى لو انتم في بلوك ما بينكم، حتى لو انتم ما تعرفوش عن بعض حاجة، لكن بتحسوا بمشاعر بعض. فهو بيشوف العلاقة دي انه مهما كان فيها صعاب، مهما كان فيها مسؤوليات، لكن بيشوف ان لسه عنده امل انه يكون لسه في فرصة تانية في العلاقة دي. طيب ايه نوايا تجاهك وتجاه العلاقة؟ خلينا نشوف. بصراحة أنا شايف إن هو في عنده حيرة شديدة، هو شايف هو كمان إن الموضوع انتهى وإن ما بقاش في أي فرصة تانية، ده انتوا طلع لكم الدس وزطور مع بعض، بيشوف إن العلاقة دي انتهت تماما وإنه خلاص ما يقدرش يعمل حاجة أصلا علشان يرجع العلاقة دي، ولهذا السبب ممكن يكون بيتواصل معاك أو بيبعت لك طاقة إنك أنت اللي تاخد المبادرة تجاهه، لأنه هو حاسس أنه مش هيقدر يعمل شيء علشان يتواصل معاك. هو بيحس بالخسارة، بيحس بالحسرة، وحاسس أن أنت بتعامله بطريقة أنه هو مش هيقدر يكلمك، علشان كده قالك هنا There is something better. خليني طيب أشوف إيه نقاط قوة العلاقة دي. سوري. نقاط قوة العلاقة دي هو ان انتوا متواصلين مع بعض، ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، يمكن قضيتوا مع بعض وقت لطيف، انتوا الاتنين مش قادرين تنسوا الوقت ده، انتوا الاتنين بتقدروا العشرة اللي ما بينكم، وانتوا الاتنين عندكم انجذاب لبعض، عندكم انتوا الاتنين شغف تجاه العلاقة، مهما كان في حزن لكن انتوا الاتنين متواصلين مع بعض، وانتوا الاتنين بتحاولوا انكم تسامحوا بعض. يعني ممكن تبقوا زعلانين من بعض وكل حاجة، لكن لو واحد منكم قال كلمة حلوة للتاني ممكن تسامحوا بعض، لان انتوا الاتنين عندكم شغف تجاه بعض، وكل واحد منكم شايف التاني شخص مميز وعنده انجذاب ليه. طيب ايه نقاط الضعف؟ خلينا نشوف. نقاط الضعف ان انتوا بتكسروا قلب بعض كتير، ان علاقتكم دي اون اوف كتير، انه لما بتحبوا بتحبوا قوي، ولما بتجرحوا بعض بتجرحوا بعض قوي، ما عندكوش وسط، وعلشان كده هو هنا شايف ان هي علاقة غير متوازنة، ما فيش توازن. يمكن التوازن ده مش في الاخد والعطاء، يمكن في العلاقة نفسها، ان انتوا لما بتحبوا بتحبوا بزيادة وبتدوا بزيادة، ولما بتقفشوا على بعض بتعندوا بزيادة وبتبعدوا بزيادة، مفيش توازن. يعني طاقتكم قوية قوي، سواء كانت طاقة إيجابية أو سلبية، ما عندكوش وسط، فهي دي نقطة ضعف العلاقة. طيب إيه اللي أنت محتاج تشتغل عليه أنت علشان تكون شخص متوازن في العلاقات كلها بشكل عام؟ خلينا نشوف. محتاج انك تسامح، محتاج انك تعيش مشاعر رومانسية، وما تبقاش شخص قفوش وبتاخد كل حاجة على اعصابك، محتاج انك تدي فرصة تانية، وانك تسامح،
محتاج انك تسامح ويكون في عندك توازن، محتاج انك تدي فرص تانية، محتاج انك تدي فرص تانية وانك تعمل اختيارات في حياتك وتهدى وتفكر، محتاج ان انت ما تكونش شخص عصبي. يمكن علشان كده الكارت ده طلع لك قال لك انت محتاج ان انت تاكل اكل صحي علشان توازن الشاكرات عندك، محتاج ان انت تاكل اكل طبيعي ونباتي، ده هيساعدك في ان انت تكون متوازن وما تكونش عصبي. طيب للي منكم منتظر عودة شخص من الماضي، هل هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا؟ خلينا نشوف. في شخص من الماضي بيراقبك، احتمال كبير يكون معاك في العمل، احتمال كبير يكون كان زوج، احتمال يدخل برضو حد ما بينكم ان هو يصلحكم على بعض. الشخص ده بيراقبك قوي، ممكن يكون السحر هو اللي فرقكم عن بعض، لكن الشخص ده بيراقبك قوي وعنده شغف تجاهك وتجاه العلاقة وعاوز يرجع لك، عاوز يرجع لك. ولو انتوا كنتم منفصلين في علاقة مش منفصلين بالزواج، الشخص ده عاوز يتزوجك. طيب هل في شخص جديد هيدخل على حياتكم ولا لا؟ خلينا نشوف. في شخص جديد، في فرصة برضو ان شخص جديد هيدخل على حياتكم، واحتمال برضو ان انتوا تعيشوا مشاعر رومانسية مع الشخص ده. ممكن الشخص ده يجي يطلب زواج، احتمال برضو ان هو يكون شخص من الماضي، بس يعني هو الاحتمالين موجودين، ان في شخص جديد هيدخل على حياتك وان في شخص من الماضي، والاتنين هيكونوا عايزين ترسيم للعلاقة، والاتنين هيكونوا عاوزين زواج. فيعني انت بقى هيبقى قدامك الخيارين، وانت اللي هتقرر هترتبط بمين في الشخصين. النصيحة اصلا بتقولك ان انت ترجع للشخص من الماضي، خصوصا لو كان في زواج ما بينكم، يعني الكروت بتنصحك بكده، بتنصحك ان انت تكون شخص متوازن وان انت ترجع للشخص اللي من الماضي ده، وحاول بقى ان انت ما تقفش معاه وان انت تعيش معاه مشاعر رومانسية، وان انت ما تكونش شخص يعني بتقفش. طلع لنا ابراج تاني، حوت وسرطان ودلو وتور وقوس. فيعني اتمنى ان القراءة دي تكون مفيدة بالنسبة لكم، اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، وتشتركوا في قناتي التانية لو انتم كنتم عاوزين تشوفوا توقعاتكم العامة، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف وفي أول تعليق.